انت شو عم تعمل هون؟ بدي ساعدك مشان ما تتعبي لحالك بالطبخ. انا ماني بحاجة مساعدة، بعدين الطبخة ما بدها بندورة. بعرف انت عم تعملي يخنة بس ما بتزبط، اجباري لازم تحطي معها بندورة. مو ناقص غير تعلمني الطبخ. لو سمحت حسان، ما في داعي نجاكر بعضنا. ليش ما بتحمل حالك وبتطلع من البيت وبتتصرف بطريقة رايقة مشان احترمك؟ ماني طالع من هون نيرمين. كيف يعني؟ رح تضل هون لبين ما نتطلق؟ أصلاً ما رح نتطلق، وهالموضوع مو للنقاش. شوف حسن، أنا بعرف إنه الموضوع صار فجأة، بس صدقني مع الوقت رح تقول عملنا الصح. أنا ما عم فكر بحالي نيرمين، لأني إذا حكيت للمحكمة اللي عملتيه فوراً بيحطوكي بالسجن. مشان شو رح فوت على السجن؟ لأنك سرقتي بيتك، خبرتي الشرطة أول شي، وبعدين حملتي حالك ورحتي طالبتي التأمين، شو بدك أكتر؟ لا لا، أنا ما طالبت التأمين بشي. إيه مزبوط، أنت ما طالبت التأمين بشي، بس أنا اللي طالبت، لأنه كنت مفكر إنه بيتنا انسرق عن جد نيرمين، وهلأ بعد ما يعرفوا متخيلة شو رح يعملوا؟ لأنه هذا الشيء اسمه احتيال ونصب، ورح يحطوكي بالسجن. يعني أنت بدك تحكي مشان تفوتني على السجن؟ مستحيل مستحيل أعمل هيك شيء بمرتي، بس بعد ما تصيري طليقتي بعملها وأنا مرتاح. لا تزعلي مني، طبعا هلأ ما رح أعملها فيكي. معقول حط حبيبتي بالسجن؟ أنا بوعدك إنه رح نبلش مرة تانية ونرجع الأيام الحلوة اللي كانت بيناتنا. مستحيل ترجع حسان، لأنه أنا بطلت حبك. يا حوينت العشرة، بس الحق مو عليك، الحق علي أنا. شو بدنا نعمل هلأ؟ والله هالقصة مو لصالحنا بنوب. لك وهددني إنه أنا إذا طلبت الطلاق منه هلأ رح يرفع علي دعوة فوراً. عن شو الدعوة؟ بعد ما انسرق البيت هو بلغ التأمين وناوي يخبر الشرطة إنه أنا سرقت البيت تبعي. شو أعمل؟ أنا ما فيني فوت على السجن نهائياً. شو هالمصيبة هي؟ لما كنت بالبيت إجا لعندي وأنا عم بطبخ وصار يحكي ويهددني وضربني كمان. ضربك؟ مد إيده عليكي؟ الله يوفقك ساعدني، بس بدي أتطلق وأخلص منه. خلص لا تخافي نيرمين، بوعدك لاقي حل بسرعة، وإنتي ما رح تفوتي على السجن، وصدقيني هالواطي رح يندم كتير لأنه عم يمد إيده عليكي. خير، عم تدور على حدا؟ انت حسان؟ ايه تفضل. تترك مرتك بحالها والا المرة الجاية ما رح ارحمك. شبك؟ شو صاير معك؟ عاملة حالك ما بتعرفي؟ ليش مو انت اللي بعتي الزلمة مشان يضربني؟ حسان انت شو عم تحكي؟ لك فهمني مين عمل فيك هيك؟ احكي لي شو القصة؟ نيرمين، قبل شوي طلعت من البيت وكان في زلمة واقف على الباب، قام اجا وسألني انت حسان؟ قلت له ايه تفضل، ما عطاني مجال كمل كلامي، دغري رفع ايده وضربني على وشي وبلش يهددني، قال يا بعد عنك فورا يا اما المرة الجاية ما رح يرحمني ابدا. ليك والله أنا مالي علاقة بالموضوع، والله أنا بعمري ما أذيت حدا، بقى ما دخلني. وقف وقف خليني شوف. خلص بعدي عني مشان الله، إذا مو أنت مين اللي رح يعمل هيك؟ حسان صدقني أنا ما بعتت حدا ليضربك، ما دخلني بالموضوع. بشو بدي أحلف لك حسان إنه أنا ما دخلني بالقصة؟ لو سمحت لا تظلمني، فكر شوي، معقول أنا أعملها؟ خلص نيرمين، ما في داعي تحلفي بنوب، أصلاً أنا بعرف إنك ما بتأذيني،
وبعرف انك مستحيل تفكري بهالشي، مزبوط، واكيد ما بدك تتركيني لحالي، بعرف. يعني حتى الطلاق اللي حكيتي فيه رح انساه، لانه اكيد حكيتي وانت معصبة. لا تخافي يا عمري، انت انا مستحيل اتخلى عنك، مستحيل، ولا بفكر بهالشي. لكن انا رح روح غسل وشي من هالدم، ماشي؟ وبدي غسل القميص بسرعة مشان ما يعلموا هدول البقع. انت عارفان حالك شو عملت؟ معناها وصلت الرسالة لحسان. انت كيف بتستأجر واحد لحتى يضرب حسان؟ ما عم بقدر افهم. اسمعي يا مدام، انت اللي اجيتي لعندي وقلتي لي انه الزلمة ضربك، بتقوم بتساوي مثل العصابات بتضرب بتقتل، ما؟ انا ما فيني اقبل هالشي ابدا. انا ما اخذت رايك، المهم وقفته عند حده. يعني من بين كل المحامين الموجودين بهالدنيا انا ما اخترت غيرك انت؟ انا الحق علي بصراحه، شو بدي اقول لك؟ والله ما بعرف، يعني بدل ما تساعدني حضرتك عم تورطني اكثر. انت يلي بدك تطلقي منه من دون ما تخسري شيء. لك بالناقص من كل المصاري، خلص انا تعبت. لا تنسي يا مدام، انا عملت هالشي كرمالك، ويا ريتني خنقته بايدي الهلواطي. هلا معقول حضرتك انقهرت كرمالي؟ اي نعم، ما تحملت ابدا انه يجرحك. نيرمين انت كتير حساسه وظريفه، بس كمان كتير قويه. بصراحه انا ما شفت مثلك بحياتي. نيرمين، ما تحملت ابدا انه يجرحك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكونوا اول من يشاهدها.